عدد الساعات المطلوبة. دكتور ايه النصايح اللي حضرتك تحب توجهها لكل اب وكل ام علشان اولادهم يستخدموا الالعاب الالكترونيه بطريقه امنه؟ طيب احنا بنتكلم بقى من خلال الكلام اللي احنا قلناه. اول حاجه الطفل قبل عام ما لا يجب تعريضه للشاشات. اثنين انه من عام الى العامين اديله نص ساعه، من عام الى عامين في بعض التطبيقات اللي هي فيجوال بيرسبشن ادراك بصري موجوده ان هو الانماط. بعد كده من سنتين لخمس سنوات يقعد فرننا ايه اديله ساعتين في اليوم. من بعد كده ست سنوات اديله اللي هو لازم يمارس رياضه وحركه لمده ايه ساعه في اليوم. تاني شيء لازم احط جدول، اتفقنا اصلا في كل شيء لازم نعمل نظام وقواعد واتفاق. وطبعا لازم اميز بين الطفل ده طفل ولا مراهق، ودي في مشكله برضو. ولازم اكون قدوه، مش اقول الاطفال ما تلعبوش خلاص وانا اثناء الاكل ابني انا بتكلم وماسك الموبايل بتاعي، بقى ساعه الاكل اتفقنا ان كلنا ما نمسكش الموبايل. ساعتين كل البيت هيستخدموا شاشات، بالوقت اللي انا بقول الساعات دي للشاشات يا جماعه مش للموبايل بس، اي شاشه يعني. اي شاشه يعني وقت التعرض ده لاي شاشه. قبل النوم بساعه لابد ان الجميع يكون الايه الجوالات والموبايلات والشاشات مغلقه. اي شاشه لازم تكون قدامي، مش احطها في غرفه النوم واسيبه طول الليل لغايه الصبح والفجر هو شغال بيها. الاجازه زي الدراسه لكن بيكون في اتفاق، اللي احنا اتفقنا هنزود ساعات معينه، لكن اقول لك ده في اجازه وخليهم برضه، ما هو في اثر على النوم وهنادي تاني نرجع لاضرار الايه الشاشات والالعاب الالكترونيه. فمن المهم جدا برضه ان انا اشوف هذا التطبيق لو طفل صغير قبل اجربه، اشوفه هل هو مفيد ولا مش مفيد للطفل، في تعليم ولا تافه، اجربه انا كأم. البيرنتال كنترولز اللي هو التحكم في التطبيقات وازاي ان انا اتحكم فيه عشان الطفل ما يروحش مواقع اباحيه. في طبعا حاجات موجوده للتطبيقات ديت ان هو امنه للاطفال او غير امنه للاطفال، موجوده الاشياء دي، بس احنا عايزين ازاي مختصين فيها وان احنا نبحث عنها. ده بالنسبه للنصائح المهمه لأولياء الأمور، لازم أكون قدوة أثناء الطعام، ما أعملش كده برضو. وهم يجي ينام الطفل لو سمحت من فضلك أنا هنشحن الموبايل أو هنا موجود هنشحنه لك وأنت تفضل إيه نام، وكله قواعد طبعا غير المراهق ده كله بيتكلم لغاية مثلا 18 سنة، بعد كده هو حر بقى يبقى له مطلق الحرية، لكن قبل كده ليه في قواعد ثابتة موجودة إن إحنا مع الطفل. لو احنا حبينا نكون في قواعد موجوده مع الاطفال ونمشي عليها بنظام يعني. ده اللي احنا بنقول ان كنصائح للامهات والاباء في بالنسبه للالعاب الالكترونيه واثارها وازاي احنا نتفاداها من حققنا المعادله مع الاطفال يعني. بس ده حابين نقول النهارده في خلاصه ان انا برضو لازم قبل الوقت ما اجيش فجاه واقول للطفل خلاص كده الوقت انتهى. إذا كنا قلنا أي نشاط طبيعي مع الطفل لابد أن نديله مهلة قبلها في بوكم وفي تحكم في التايم على التطبيق، أو قبلها بنص ساعة أقول له فاضل لك 10 دقائق، فاضل 5 دقائق، أنبهه لأن الوقت انتهى يعني، وعشان ما يعاندش معايا، لكن هيعاند فجأة هيعاند. قبل الساعة قبل النوم زي ما احنا قلنا بمدة ساعة خلاص احنا طفينا كل الشاشات يا جماعة، وببدأ استعد لي النوم. ممكن نحكي قصه، نحكي حدوته، في نشاط عملي. من المهم جدا ان احنا عشان نقلل الادمان الاطفال للالعاب الالكترونيه سواء احنا كتعليم او اولياء امور، ان احنا الفعل يعني التعلم بالدوينج باي اكشن كمشروعات، اديله مشكله والطفل يبدا يركب فيها يصنع اشياء، لان الطفل يحب التحدي، اديله مشكله تتحدى. ليه الالعاب بتشد الاطفال؟ لان فيها تحدي تشالنج بالنسبه للطفل ان يصير تفكيره كتعلم. لكن دلوقتي كلنا بنعاني من اطفال ماسكه الايبادات لانه الكتروني فيها تحدي، حتى الكبار ماسكين البابجي ليه فيها تحدي بالنسبه له من مرحله لمرحله مفتوحه. طب احنا ازاي نحول دي الى كتعلم الاطفال في اشياء عمليه، في الرياضه، في العاب، في تصنيع وما الى ذلك يعني. وبرضه كله بقواعد مع الاطفال، اذا حدث كذا خطا ولم نلتزم ما يجيش، لازم اكون قدوه، لازم انا برضه اكون قدوه.